بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة سنوات أولى ثانوي علمي، مرحبا بكم لقناتكم للرياضيات. ما زلنا مع متراجحات ذات القيمة المطلقة، حبيت نزيد لكم ونزيد لكم حتى تتثبت المعلومة. إذا اليوم راح نحل متراجحة من هذا الشكل: x ناقص 1 القيمة المطلقة لـ x ناقص 1 أقل أو يساوي من القيمة المطلقة لـ x ناقص 4. بعدما شفنا التذكرة قلنا أن القيمة المطلقة لـ x ناقص a تساوي المسافة بين x و a، والقيمة المطلقة لـ x هي نفسها المسافة بين x ناقص 0 وتساوي القيمة المطلقة لـ x ناقص 0 وتساوي المسافة بين x و 0، وأن القيمة المطلقة لـ x زائد a ممكن كتابتها على شكل x ناقص ناقص a وتساوي المسافة بين x وناقص a. إذا نبدأ على بركة الله في حل هذه المتراجحة اللي هي x ناقص 1 القيمة المطلقة لـ x ناقص 1 أصغر أو تساوي من القيمة المطلقة لـ x ناقص 4. إذا واش راح ندير؟ فكرت أنني أكتب لكم الخطوات. إذا كتبت لحل هذه المتراجحة نتبع الخطوات التالية. إذا في كل خطوة راح نطبق. الخطوة الأولى كتابة المتراجحة على شكل مسافات. واش معناتها؟ أولا نكتب x ناقص 1 بدلالة المسافات أو عبارة المسافات هي نفسها المسافة بين x وواحد تعريفا، وراح نسمي النقطة A ذات الفاصلة 1. ثم بعد ذلك نكتب القيمة المطلقة لـ x ناقص 4. نمشي لكم خطوة بخطوة باش تفهموا أكثر وأكثر، لأنها عبارة عن حيل فقط راح تجيكم أسهل ما يكون. أي متراجحة راح تحلوها بأسهل طريقة. هذه راح تساوي المسافة بين x و 4، ونسمي النقطة B هي ذات الفاصلة 4. طبعا ما ننساوش أننا نذكر أن M هي النقطة ذات الفاصلة x. بعدما انتهينا من الخطوة الأولى نكتب المتراجحة تاعي. إذا المتراجحة تاعي اللي هي x ناقص 1 أصغر أو تساوي من x ناقص 4 راح تكافي. إذا نعوض، هذه هي المسافة بين x وواحد أصغر أو تساوي من المسافة بين x وأربعة. ثاني شيء وهذه تكافي، إحنا المسافة بين x وواحد قلنا أن m هي فاصلتها x، إذا راح تصبح لي m a. قلنا أن a هي الفاصلة تاعها واحد أصغر أو تساوي من m b. طبعا قلت لكم أنها نفس الشيء كي نقول AM أصغر أو تساوي من BM، هذا لازم تعرفوه. ثم وش راح ندير الخطوة الثانية؟ وش راح ندير؟ نتبع التالي. الخطوة التي تليها نمثل النقط A و B على مستقيم عددي، ثم نعين منتصف AB. نبدأ أولا بتعيين النقط A و B. عندي مستقيم عددي من ناقص ما النهاية، هنا نكتب صفر هنايا وهنا زائد ما النهاية. تبعوا فقط معايا. إذا صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، أكتفي بهذا القدر. هنا طبعا ناقص واحد ناقص اثنين ما نسحقوش. إذا نبدأ بالنقطة A. أين تقع النقطة A؟ النقطة A ذات الفاصلة واحد، إذا هاي لك النقطة A. أين هي النقطة B؟ النقطة B ذات الفاصلة 4. نمشي لكم بكل تركيز وهدوء باش تفهموا. إذا عندي AB، الآن يطلب مني تعيين منتصف AB، راح نسميها مثلا C. إذا نقول C هي منتصف AB، كيف أعين فاصلة C؟ فاصلة C إذا نقول C منتصف القطعة المستقيمة AB، إذا إكس سي تاعي ماذا تساوي؟ تساوي فاصلة A زائد فاصلة B على 2. إذا 4 زائد 1 على 2، 4 زائد 1 5 على 2، إذا تساوي 2. أن فاصلة C هي 4 زائد 1 على 2 وتساوي 5 على 2 وتساوي 2.5. إذا نجي نحسب من الصفر، إذا 1 2 تقع هنا بين 2 و 3 منتصف تاعها، إذا هنا النقطة C طبعا هي 2.5. إذا C تاعي هي منتصف القطعة AB.
ثم بعد ذلك واش راح ندير؟ اذا واش تقول القاعده؟ ان ام ا اين تقع ام؟ طبعا بعدما عيننا المنتصف نديره لكم بالقلم باش تشوفوه، عينت لكم هنا باش نفرق بين يعني باش نبين باللي ان النقطه سي هي منتصف. لاحظوا معايا واش راح يصرى في المنتصف، واش راح يصرى في المنتصف ا بي اللي هي النقطه سي. هنا راح يكون المسافه بين اكس و ا تساوي المسافه بين اكس و بي. لازم تعرفوها. كي مثلا يكون قلنا حل المعادله اكس ناقص ا يعني ناقص الفاصله واحد تساوي المسافة بين إكس ناقص أربعة، راح تكون منتصف القطعة AB. إذن هذه المنتصف تعني أن المسافة بين A تساوي المسافة بين إكس و B، يعني MA هنا MA تساوي MB. إذن حفظوها وفهموها. أما النقط التي تأتي على يسار النقطة A، هنا أي نقطة مثلا نكون دي النقطة هنا M، نلاحظ أن المسافة بين MA هي أصغر من MB. إذا الـ X تاعي أو M راح تقع يسار M، تقع دائما حفظوا هذه القاعدة على يسار A. لماذا؟ لأن أي نقطة نديها، لاحظوا معي هنا M، MA أصغر من MB. لاحظوا ان ام بالمسافه كم هي اكبر من ام اي نقطه. اذا راني نتجه الى جهه نقص من النهايه. اذا ما هي الحلول؟ الحلول راح تكون اس تساوي من ناقص ما لا نهايه الى غايه اين اقف، الحد تاعي هو 2.5. الان اذا كان او يساوي راح ندي 2.5 اللي هي 5 على 2 يعني المجال مغلق. اما اذا كان ما كانش هنا او يساوي راح نخلي المجال مفتوح. طبعا لو كنت تلاحظوا ان اي نقطه نديها على يسار السي النقطه هذه، لاحظوا معايا هنا ام مثلا نكون نديه مهم باش نفهم لكم اكثر، كون ندي النقطه ام تاعي هنا راهي ام ا اكبر من ام بي. اي نقطه نديها على اليمين راح تكون ام ا اكبر من ام بي. اتمنى فقط ان يكون الشرح واضح وكافي للجميع. نزيد لكم متراجحة أخيرة. المسافة بين X أكبر أو القيمة المطلقة لـ X أكبر أو تساوي من القيمة المطلقة لـ X زائد 4. هنا واش راح ندير؟ راح أترجمها بلغة المسافات. واش قلت لكم على القيمة المطلقة لـ X كي تكون وحدها؟ هذه تساوي أن X ناقص صفر، هي نفسها. بلغة المسافات واش نكتب؟ المسافة بين X والصفر. ثم نجي للقيمة المطلقة لـ X زائد 4، يعني نمشي لكم خطوة بخطوة. واش تساوي بالنسبة للمسافة؟ تساوي المسافة بين X و كم؟ ناقص 4، جيد، ناقص 4. لماذا؟ شرحتها من قبل، لأن القيمة المطلقة لزائد 4 ما نكتبش القيمة المسافة بين X و 4، لا، هذه تساوي لازم نردها بالقانون تاعها هي X ناقص ناقص 4، جيد. لازم تشفوا لها هذه المعلومات. اذا راح تولي المسافه بين اكس وناقص 4. الان هنا نسمي النقطه ا تاعي، دائما نبداو ب ا نسميها ذات الفاصله صفر، وهنا النقطه ب ذات الفاصله ناقص 4. طبعا ام دائما ذات الفاصله اكس. واش قلنا في الخطوات؟ اولا قلنا ان كتابه المتراجحه على شكل مسافات، اذا كتبنا ذا الخطوه الاولى محققه. نجي للخطوة الثانية واش تقول؟ تقول تمثيل على مستقيم عددي النقاط A و B. إذا نبدأ على بركة الله في تمثيل النقاط A و B. نرسم مستقيم عددي. إذا إليكم المستقيم العددي من ناقص ما نهاية زائد ما نهاية في المنتصف صفر، ثم عدد سالبة عدد موجب. رانا في مجموعة الأعداد الحقيقية. أولا أمثل النقطة A، أين هي النقطة A؟ النقطة A هي ذات الفاصلة صفر. ثم أين هي النقطة B؟ النقطة ب هي ذات الفاصلة ناقص 4. مثلت أ و ب. واش قلنا في الخطوات؟ تمثيل أ و ب ثم تعيين منتصف أ ب. إذا مثلا دائما نسمي سي منتصف، النقطة سي هي منتصف أ ب.
إذن كيف أعين؟ نعرف تعيين فاصلة منتصف نسميها إكس سي ماذا تساوي؟ تساوي فاصلة أ اللي هي صفر زائد فاصلة ب اللي هي ناقص 4 على 2 وتساوي ناقص 4 على 2 ناقص 2. إذن أين هي المنتصف؟ المنتصف هي تقع هنا ناقص 2. إذن سي تاعي دائما أنطلق من الصفر ونحسب 1 2 أو ناقص 2، هذه هي سي أو نكتبها هنا يا سي. ثم واش قلت لكم هنا بلغة المسافات؟ لاحظوا معايا، لاحظوا معايا إكس القيمة المطلقة لإكس أكبر أو تساوي من القيمة المطلقة لإكس زائد 4. قلنا أن المسافة بين إكس وصفر أكبر أو تساوي من المسافة بين إكس وناقص 4. ثم واش قلنا؟ سمينا هذه أ، سمينا هذه ب. إذا أ أم أو أم أم أ كيف كيف أكبر أو يساوي من بي أم. الآن أين هي الحلول؟ دائما قلت لكم نجي للمنتصف ثم أعين الأم تاعي حسب هذه القيمة أو حسب هذه المتراجعة. إذا أ أم تاعي، إذا هنا المنطلق راح يكون من المنتصف. أ أم مثلا يكون نجي من هذه الجهة، نبدأ من جهة جهة، نبدأ من الجهة اليسرى، يكون تكون أم هنا، أم أ هل هي أكبر من أم بي؟ أم بي نعم هي أكبر. الآن كون نجي نقطة هنا تقع هنا، أم أ أم أم أ هل هي أكبر من أم بي؟ نعم أكبر، كلما باعت كلما جيت يسارا راح تكون أكبر. إذا ما هي حلول هذه المتراجحة؟ راح تكون حلول هذه المتراجحة دائما ناقص ما النهاية إلى غاية المنتصف. المنتصف ما هو؟ ناقص 2. هل نفتح أو نغلق؟ نغلق. لماذا؟ كين أو يساوي. طبعا راح نشرح لكم أكثر. مثلا يكون نجي للمنتصف ونجي على اليسار، يكون نجي على اليسار مثلا نجي في النقطة هذه أم أم أ كيف هي بالنسبة لأم بي؟ أم أ أكبر من عفوا أم أم أ نلاحظ أنها أصغر من أم بي. إذن كلما اتجهنا في هذه الاتجاه راح تكون أم أم أ أصغر من أم بي، وبالتالي راح تكون الحلول منها من يسارا. أتمنى فقط أنني وفقت في شرح هذه الجزئية. لاحظت أن عندما تكون أكبر راح تكون جهة اليسار من العدد ناقص 2. أتمنى فقط أن أكون قد وفقت في الشرح المبسط لهذه المتراجحات. إذن أقول لكم في الأخير بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى الملتقى إن شاء الله.